المواجهة رقم 46 بين نادي حمام الأنف والأولمبي البيجي في الرابطة المحترفة الأولى. سجلت غيابتهما في تشكيلة العمامة لعل أبرز أدوري زي وصانع الألعاب أنيس بن شويخة. بن شويخة صحيح معناتها عنده مفعوله فوق الملعب، لكن نحن مطالبين باش نعوضوا الغياب نتاعو بطريقه معناتها باش نكونوا على الجناب اكثر اقوى معناتها على الجناب، بحكم معناتها موقع انيس غالبا يكون في الوسط. نحن باش نحاولوا نستغلوا الفضاءات اللي يخليهم للمبي البيجي بالذات على الاطراف. حين تسارعت الاحداث في وسط الاسبوع في بيجا بعد الاستغناء عن خدمات المدرب فتحي العبيدي والتعويل لطموح ابناء الدار فوز الورق ونبيل بالشاوش في مباراه نادي ضاحي جنوبيه مع تأجيل تنفيذ التعاقد مع الفني كمال الزويقي إلى الأسبوع القادم، وما رافق ذلك من استقالات في الهيئة المديرة شملت الكاتب العام ورئيس فرع شبير. بالنسبة للاستقالات، معناتها متاع عنا زوز استقالات اللي لم معناتها الهيئة المديرة لم تصادق على الاستقالات، هذوما ناس معناتها متضامنين مع بعضنا الهيئة المديرة، ما فماش منه الكلام هذا. رينا اللي سي فوز الورغي وسي نبيل بشاوش باش يكونوا في ماتش حمام الأنف بعد قرارات اخرى باش ناخذوها، معناتها سياسه مراحل، خاطر احنا في مؤخره الترتيب انتم تعرفوا، والمصلحه الاولمبي البيجي فرضت علينا باش ناخذوا قرارات ماهيش ارتجاليه، انا نقول مرحليه. احنا باش ما نكذبش عليك، معنا عندنا اتفاق مبدئي مع السيد كمال الزواغي باش يولي الاتفاق مبدئي يتحول الى اتفاق رسمي، هذا من بعد نتكفل باش نعطيكم المعلومه ان شاء الله. شنو هي الموتيفاسيون اللي تنجم تكون المدرب معناه وهو يعرف روحه باش يشد كان 90 دقيقه؟ قبل كل شيء نحن ماناش نخمو في 90 دقيقة ولا 190 ولا 3 أيام ولا جمعة، احنا عندنا مهمة استنجدوا بينا الهيئة والإدارة ولبينا الدعوة ويلزمنا نخمو في السيتياسيون اللي نحن فيها توا، علاش نخمو في غدوة وقت اللي أنا مازلت ما تعديتش اليوم، دونك خمو في اليوم شنو باش يصير وغدوة اللي كاتبه ربي هذاك هو. المبادرة الهجومية كانت بجية، ضربة زاوية للضيوف المطالبة بركلة الجزاء، الحكم وسيم بن صالح يخلي اللعب وجمع عكس الهمامة، لمسة ذكية من وليد المسعودي إلى علاء دريدي، الأخير ينفرد بالحارس أيمن زيدان ويرفع به الكرة، لكن محاولته بات بالفشل. رد الزوار جاء عبر الكرة الثابتة، ركنية تولى تنفيذها محمد العبيدي، وبيسارية مخادعة كاد أن يغلط الحارس العربي المجري اللي استنجد بخبرته لإبعاد الخطر. محاولات أبناء فوز الورد ونبيل بالشوش للضعف، ومحمد إبراهيمي في العملية ما يستغلش انفراده بحارس الهمامة. الكرة الثابتة شكلت خطورة فايقة لدفاع الضيوف، وإذا محمد الخذاري فشل في مغالطة زيدان في المحاولة الأولى فإن نفس اللاعب اعتدى للشباك الأبيض والأحمر في العملية الثانية بعد استثماره لتوزيعه على المقاس من وليد المسعودي، وبلمسة رأسية غاية في الدقة افتتح باب التسجيل لدى ضاحي الجنوبية في 24 دقيقة لعب. من جديد للهدف الأول المسجل من محمد الخذاري. الأولمبي رد الفعل بالمخالفات المباشرة، محمد عبيدي تزيته ما كانتش بعيدة على مرمى المجري. بدور معين الشعباني كان قريب من مضاعفة انتاج المحليين بعد تنفيذ المخالفة مباشرة كانت تيها العارضة بالمرسال. الربع ساعة الأخير من الفترة الأولى حاول فيه الضيوف تهديد مرمى المجري بأكثر كثافة، وتمكن من تعديل الكفة عبر رأسية محمد إبراهيمي بعد عرضية ممتازة لزر قربوج، هدف ألغاء الحكم المساعد لداعي التسلل. عملية فوت بعد علاء الملكي في فرصة ذهبية تعديل الكفة البجية بعد لمسة ذكية من المايسترو محمد العبيدي، لكن الملكي رغم وضعيته السنحة التسجيل فإنه أخطأ في وضع الكرة في شباك المجري بصفة غريبة لتنتهي الفترة الأولى بتقدم المحليين بهدف الصفر. الفترة الثانية دخل الضيوف بعزيمة كبيرة من أجل العودة في المباراة. هجوم الأحمر والأبيض انشط كما يجب ونوع في عمليته، ودفاع نادي ضاحي الجنوبية كاد أن يدفع الضريبة. البديل احمد الحامي يلعب بالنار في مناطق جزاء فريقه، وتزيدت نزار قربوجة قوية تنتهي بين احضان المجري. فوزي الورغي يلعب الكل في الكل ويدفع ببليل بشوش في شمسيف العودة في المباراة. تغييرات اثمرت تجديد السار للزوار، مخالفة على يسار المجري تولى تنفيذها العبيدي، تتجاوز دفاع الهمامة، والبديل السيفي بلمسة راسية ذكية يعادل الكفة الاولمبي ويعود بالمباراة الى نقطة الصفر. شوفوا المخالفة من محمد العبيدي وهشام السيفي ممتاز على مستوى القائم الأول. كريستيان سراماني استنجد بخدمات الليبي إيهاب البوسيفي مكان علاء دريدي. البوسيفي بعد دقيقة من دخوله أرضية الميدان يخفق في وضع نادي ضاحي الجنوبية من جديد في المقدمة رغم انفراده بالحارس زيدان. من جهته محمد العبيدي بحث عن مباغتة مسافة بعيدة، والمجري يحط الكرة في الركنية. المباراة تسير نحو التعادل بين فريقين، ومعين الشعباني يستنجد بخبرته ويتحمل مسؤوليته،
ويصنع هدف وزنه من ذهب لأمامه بعد لمسة ساحرة إلى الليبي البوسيفي اللي تعامل مع الكرة بواقعية كبيرة وأعطى تقدم المحليين في 83 دقيقة لعب. هدف لنادي حمام الأنف بعد صعود ناجح من جانب معين الشعباني والإمداد لإيهاب البوسيفي، كذلك كوتشينج ناجح من جانب المدرب سارامانيا. هدف أنعش أمير رفاق المسعودي وكبل أقدام زملاء بشوش فيما تبقى من عمر المواجهة لتسجل سفيرة الحكم وسيم الصالح في رابع مباراة لي في الرابطة الأولى الستار على هذا الحوار من فيه 6 نقاط بفوز بشكل أنفس الأمامة، في حين تجرع الأولمبي بيجي مرة الهزيمة المرة 9 منذ انطلاق الموسم وحافظ على مركزه في قاع الترتيب، وهو ما قد يعقد وضعية الفريق في رحلة الصراع من أجل تفادي النزول فيما تبقى من عمر البطولة. احنا جينا على 3 بوان، ما جيناش على ماتش نيل. ديجا واحنا خاسرين زدنا ان دوزيام ولينا نلعبوا بثلاثه قدام جوست، حتى بعد ما عدلنا فهمتني خدنا نلعبوا كيك، دونك ماناش جايين باش نسكروا ولا على ان بوان، جينا على 3 نقاط ما جاوش، ان شاء الله المره الجايه. Ils ont bien dominé les débats, mais nous on savait qu'à partir du moment où on était capable de récupérer le ballon. كانت لهم الأفضلية في الحوارات المباشرة، لكننا كنا الأخطر في الهجمات المعاكسة. خلقنا العديد من فرص السانحة للتسجيل. في العموم ندرك جيدا أهمية المباراة الطرفين. اعترضتنا عديد الصعوبات، لكنني في النهاية سعيد جدا بالخروج بالنقاط الثلاث. sont compliqués. On vit dans la souffrance, on joue dans la souffrance, mais le plus grand bonheur c'est la gagne. الموسم الثالث على توالي نتائج النادي الرياضي لحمام الأنف أفضل في الإياب من الذهاب. في الذهاب 3 هزائم في 3 مباريات، وفي الإياب حصد الفريق 7 نقاط في 3 جولات. الجولة الرابعة على توالي لا ينتصر الأولمبيا الباجي، عرف خلالها 3 هزائم و9 هدف يقبلوا نادي الرياضي لحمام الأنف من ضربة رأسية. وجدي الأمور ما نقولوش صعيبة برشا على الأولمبي الباجي، ولكن بدأت صعب الحقيقة بعد مغادرة فتحي العبيدي لهنا. فيما يتعلق كمال الزواغي تقريبا بدأ اليوم كأول حصة تدريبية مع فريق جديد الأولمبي الباجي. مش بدأت صعب، أظن أنها صعيبة عندها مدة. الأولمبي الباجي وضعيته صعبة برشا، يعني في الترتيب صار الأخير توا 13 نقطة، وضعية صعيبة تستدعي وقوف الناس كل مع المدرب جديد، مش ما ينجم ينقذ ما يمكن انقاذه. على كل حال موجود، يعني الامل موجود بالنسبة للأولمبي الباجي، لان النقاط ماهيش بعيدة على بعضها برشا، مازال تقريبا عدد كبير مباريات لعبنا 3 جولات في الاياب. اللاعبين اللي موجودين في الأولمبي الباجي ماهمش سيئين، ثم لاعبين عندهم خبرة. شفنا اليوم المدرب لما نزل بشوش والسيفي يعني يتحرك الفريق اكثر ومشى الهجوم اكثر وخلق فرص، يعني وحتى السيفي نفسه يعني سجل هدف ويمكن بدات ترجع له حاسه التهديف. هذا شيء مهم بالنسبه لبقيه السباق. صحيح الانتصار ما جاش في البدايه وجدي، سامحني يعني تقريبا الفرق مش كبير، كي نشوفوا المركز السادس من النادي الافريقي حتى الاولمبي الباجي 10 نقاط 10 نقاط 23 و13 صاحب المركز الاخير، مبدئيا ماهيش صعبه للغايه يعني وضعيه الاولمبي الباجي ولا حتى وضعيه مستقبل جابس ولا نجم الخليدي ولا لا النادي الافريقي. لا مانيش موافق اسكندر، لا نادي افريقي الامكانيات اللي عنده حسب البشريه يعني والامكانيات نتاع اللاعبين وكل تسمح له باش يجيب انتصارات عديده، يعني مش لا يمكن. انا نقول لك من ترجي الجرجيس يعني احنا هابطين تقريبا بالطبيعة وجدي، معناتها راني ماهيش نحكي على هذه الفرق، نحكي على الارقام خاصه الزكال يعني رجع يسجل 13 نقطه فما 10 نقاط بين صاحب المركز السادس وصاحب المركز الاخير، هذا هو المقصود. أي صحيح. حسب الارقام بالارقام ممكن صحيح، لكن بامكانيات الفرق يعني انا اقول من 8 من جرجيس حتى واحنا هابطين قروان مستير حمام لنف حمام سوسه واحنا ماشيين كلهم تقريبا يعني المستويات متقاربه برشا، وكل فريق ينجم. شفنا احنا كيفاش امل حمام سوسه فاز بزوز مباريات، يعني صار عنده 16 نقطه صار 13 ما عادش 16 كيف اولمبي باجي نجم ينتصر في مبارتين اخرين يلقى روحه قريب يعني من وسط الترتيب. نعم. يعني كل شيء ممكن، واظن ان البطوله نكهه البطوله السنه
وانها باش تكون في اخر في اخر الترتيب، يعني شكون باش ينقذ الموسم تاعو، شكون باش ينزل، شكون ما ينزلش، وممكن باش يلعبوا على المرتبه الثانيه يعني اللي ترشح للشامبيونز ليغ. نعم يعطيك الصحه وجدي، ولو انه باش نرجعوا نحكيوا على النجم الرياضي الخليدي باعتبار انه مدرب ولهنا موجود معنا، ولكن شنو هي السر، شنو هي سر جلال، والا شنو هي اللي يلزموا يعملوا فريق وقت اللي يعيش مثل هذه الظروف؟ انت لهنا كاول تدريب ليك النجم الرياضي الخليدي نجحت في حصد 3 نقاط، نحكيوا على الاولمبي البيجي، شنو يلزمه يعمل تقريبا باش يخرج من المركز الاخير؟ والله الاولمبي البيجي معناتها الوضعيه اللي نشوفوها توا ما نتصورش فنيه بالاساس، حتى كيف نشوفوا توا لي ديكلاراسيون ولا كذا نحسوا اللي ثم مشكل في صلب الفريق. بون ما نيش مطلع على الظروف بالضبط، لكن لو بلوز امبورطون كونه في مرحله كيف من هكا ما يلزمش الفريق يدخل في مرحله شك، ما يلزمش الفريق تولي تبادل التهم، لازم تبجيل مصلحة الفريق، لازم الناس تكون حتى إذا كان صارت أخطاء الوقت الحالي راهو ظرف معقد جدا. أولمبي البيجي نعرفه لفريق كبير، فريق اللي عنده إمكانيات وعنده تاريخ، نتصور المشكل أكثر منه إداري، أكثر منه على مستوى هيكلة الفريق أو المحيط بالفريق. يعني ما نجموش لومه على فتحي العبيدي مثلا فتحي العبيدي عمل 3 أو 4 مقابلات، مشى في ظرف صعيب، خرج في ظروف كيف صعيبه، ما نتصورش كان سي عمر الذيب بعده معناتها جاسي فتحي العبيدي، ان شاء الله توا كمال زواغي مع طرب يوفقوا في المهام نتاعو، الباساج هذا كيف تاع نادي نبيل بشاوش وسي فوز الورغي. دونك نتصور ان المشكل اعمق من كونه مشكل يكون مشكل فني كيف ما كان يحكي توا وجدي. الامكانيات قناعتي الخاصه على مستوى 6 أو 7 أو حتى 8 فرق اللي معناتها في اللي كنت تحكي انت عليهم توا، لو استثنينا 3 أو 4 فرق نحبوا نكره معناتها اللي عندها امكانيات بشريه وماديه كبيره، لكن نبقيه كل على مستوى الزاد البشري على مستوى الامكانيات يظهر لي متقاربين جدا. اللي يعمل فرق ما بين فريق وفريق، ما بين مجموعه ومجموعه، احنا شفنا مستقبل مرسى في الموسم فارط بنفس المجموعه تقريبا قال اخر جولات معناتها يعيش في ظروف صعيبه، نفس المجموعه نفس المدرب نفس الاطار الفني ثم استقرار شوف النتائج. نادي البنزرتي كيف، ولو انه نادي البنزرتي حتى من الموسم الفارط النتائج كانت ممتازه. دونك يظهر لي اللي موجود توا في النوادي هذه موجود على مستوى الهيكله، موجود على مستوى الاستقرار، ما عادش قادرين في النوادي باش نجموا نصبروا اكثر من 2 أو 3 جولات، كل انسان ولا يسلك فيها الروح. نعم يعطيك الصحه. لازم يفهموا اسكندر النوادي هذه اللي سميناها توا اللي يلعبوا من اجل تفادي النزول، لازم يفهموا المشكله ماهيش في المدرب فقط. يعني المشكله ماهيش في المدرب، يعني يلزم المدرب تقف معاه وتوفر له ظروف النجاح وتقف معاه ويخدم في اجواء نقيه. يعني شوفوا احنا مدرب امل حمام سوس عبد الحي العتيري، يعني كان في وقت ما كانوا باش يغيروه، نذكروا حتى المدرب جا من برا وبيت في البند، لكن بعد وقفوا الناس كلهم على المدرب واحاطوا بالفريق زادوا اعطوه فرصته وامنوا بامكانياته وشفتوا كيفاش تحسن الاداء تاع امل حمام سوس وتحسنت حتى النتائج. واخرها كان الانتصار الاخير. نمشي معك سي يونس، لقطات اللي عندنا في هذا اللقاء. عندنا في المقابله هذه 3 لقطات، نبداو باللقطه الاولانيه اللي طالب عليها الاولمبي الباجي معناها بضربه جزاء. نشوف العمليه نرجع لها بالحكم معناها كان قريبه وشوف هنا هو كانه معناها يقول ان الكره لعبت باليدين، ولكن احنا نشوفها الكره ترجع بالراس. نشوف عمليه ماهيش واضحه الصوره كما ينبغي، ولكن معناها شفنا الراس يلعب والحكم كان في المنطقه معناها امام اللاعبين الكل، وبالتالي لا وجود لضرب جزاء في هذه الحاله. ولكن في اللقطه الجايه اللي عندنا تو بعد نشوف تدخل على مستوى حارس المرمى، شوف اللاعب تاع الاولمبي الباجي اللي يمشي للكره طبعا نرجع بعد شوف حارس المرمى كيفاش يتدخل ويدفع اللاعب تاع الاولمبي الباجي معناها كوره والملاعبي، وبالتالي معناها فما مخالفه ضد حارس مرمى تاع النادي الرياضي حمل الانف، وكان فما ضربه جزاء فايت الاولمبي الباجي في هذه الحاله. فما عقوبة إدارية ولا لا في مثل هذه اللقطات؟ لا أكيد هم في كل الحالات هذه اللي كان يتمنع اللاعب باش يلعب الكرة معناها الإنذار معناها موجود ما فماش إقصاء، ولكن كان ضرب جزاء مع بطاقة صفراء لحارس مرمى نتاع نادي الرياضي حمل الأنف. نعم هذا نشوفوا فما هدف سجل أولمبي الباجي معناها تو نشوفوا الوضعية نتاع اللاعب اللي سجل العملية في انطلاق الكرة كان في وضعية تسلل، وبالتالي معناها الهدف اللي سجله طبعا نوقف الصوره ونشوف اللي لاعب كان متقدم على كل الخط الدفاعي نتاع نادي الرياضي حمل الانف
نشوفوا هنا في توقيف العملية، وبالتالي اللاعب كان معناه استفاد من الموقع نتاعه اللي كان موقع غير قانوني وكان تسلل، والمساعد تاع الحكم كان معناه في الهدف جميل سيونس، الهدف جميل جدا. نرجعوا البيا كما نقولوا، كل هدف يكون جميل نعطيوه على الاقل بونوس نحسبوه، لكن المساعد تاع الحكم كان في معناه متمركز كما ينبغي في المكان ومعناه يرفض الهدف والقرار نتاعو كان صحيح. يعني ما عدا ضربه الجزاء اللي ما تمش منحها الاولمبي البيجي تقريبا، ما فماش اخطاء بالضبط اخرى، في اخطاء اخرى تذكر في هذه